The mandible. The mandible consists of anterior transverse horse-shaped part called the body and a posterior vertical part called the ramus. Okay? هلا بالفيتس بونز هذا المانديبل ما كان عبارة عن one bone. كان عبارة عن two bones and they fused together forming a faint ridge called the symphysis menti. هلا هذا symphysis menti من تحت split. Okay? To enclose a triangular area called the mental protuberance. هلا هاي المنتل بروتربرنس عند البيس بتعطينا تو اليفيشنز بنسميها المنتل تيوبركل هون وفي عندنا المنتل تيوبركل هون. وزي ما احنا هون شايفين ان في عندنا تشين ثريد عم بيطلع باكورد اند فورورد اوكي للانتيريور بارت اوف ذا ريمس هذا بنسميه اللي هو الاوبليك لاين اذا هاي لانه اوبليك من المنتل تيوبركل للانتيريور بارت اوف ذا ريمس out to the anterior border of the ramus بنسميه الاوبليك لاين. هلا شوفوا هون في عندنا هدول اللي هن بنسميهم الانسيزورز جنبهم في عندنا الكينن بون هي عندنا هدول البريمولر هاي الفيرست هاي السكند شوفوا كيف لو نزلنا من السكند بريمولر ايش بيطلع معنا المنتل فوريمن فاذا المنتل فوريمن هي الفوريمن بتكون موجوده below the second perimolar teeth okay midway between the upper and the lower borders of the body. هاي الأبر هاي اللور midway between them حكينا second perimolar تعطينا المنتل foramen والدكتور حكى انه بالنسبة لهاي انه اقرب للأبر او اقرب لللور انه هاي مش كتير دقيقة انها موجودة بالmidway وحكى انه عملوا عليها research وانها بتختلف حسب النيشنز وهاي الاشياء حكى انه بالنيونات بتكون عادة اقرب للأبر اما بالالدرلي بيصير اقرب لللور border وهاي الفريمن مهمة لانه بيعملوا فيها انه عمليات التخدير للأسنان وهاي الأشياء هون تقريبا وهاي الصورة بس عشان ما تنسوها إنه هاي هون من هاي الفريمن بيجي عندنا المنتل نيرف والمنتل فيسلز تمام هاي المنتل نيرف والمنتل فيسلز بفوتوا بهاي الفريمن وهون زي ما نحن شايفين إنه في عنا عند البيس تقريبا of the mandible بيجي في عنا depression rough small depression بنسميها الدايجاستيك فوسا وهي اللي بيجي فيها الانتيريور بالي اوف دايجاستيك مسل وبرضه زي ما نشوف هون انه كيف اللور بوردر اوف ذا بودي اوف ذا مانديبل از كونتينوس وذ ذا لور بوردر اوف ذا ريمس اما بالنسبه للابر بوردر فزي ما احنا شايفين هون انه فيها 16 sockets فور ذا مانديبولار تيث بنسميها الالفيولر بروسس شوفوا كيف انه هون في عنا الانترنال سيرفيس اوف ذا بودي اوف ذا مانديبل بيجي عنا على بيبدا بيجنز من ثيرد مولر توث بعدين بنزل داونورد اند فورورد بيطلع معنا المايلو هايويد لاين خلينا نشوف كمان صورة نشوف كيف هذا المايلو هايويد لاين واللي بتيجي فيه المايلو هايويد مسل بيجي بيقسم لنا اياه الى تو فصة بيقسم البودي اوف ذا مانديبل في عنا اللي فوق بنسميه السب لينجوال فصة واللي بتكون فيها السب لينجوال جلاند واللي تحت السب مانديبولر فصة وبيكون فيها السب مانديبولر جلاند هلا عشان نتذكرها لبعدين انه مش السب مانديبولر بيكون فيها احرف كثير فهي بتكون اتقل فهي اللي بتنزل تحت فعشان هيك كان السب مانديبولر تحت والسب لينجوال اقل حروف فبتكون هي اللي فوق المايلو هايويد لاين شي هلا كمان معلومه انه في عندنا مش حكينا عنها السينثيسيس منتي هلا هذا السينثيسيس منتي على البوستيريور اللي هو من قدام انتيريور من جوا من تحت من جوا البادي اوف ذا مانتل بنسميه بوستيريور في عندنا هون شيء اسمه المنتل سوباين او بنسميها الجينيال تيوبركل هلا منتل سوباين منطقه انه المنتي معناها ماندبل فمنتل وهي شكل سوباين فمنتل سوباين الشيء الثاني انه ليه بنسميها الجينيال تيوبركل لانه بيطلع منها الجينيو جلوستس والجينيو هايويد مثلا تمام وهاي السوباين بتكون موجوده تحت المنتل سوري المايلو هايويد لاين هاي هلا منتل سوباين معلومه اخيره قبل ما نحكي عن الريمس انه في عندنا على الهارت بالاس تحت الانسيزر تيث بيكون في عندنا اللي هي الشل ديبرشن بنسميه الانسيسيف فوسا وبيفوت في عندنا نيرفز وارتريز فيها او بسل اما بالنسبه للريمس فهو كوادريلاترال ان شيب وبالنسبه لللور بوردر هون ركز على اللور بوردر لانه الدكتور حكى عنه مهم هلا اللور بوردر له
الانتيرير بوردر يعني اللور بوردر انتيرير اللي بيكون مرتبط مع البيس اوف ذا ماندبل، اما بوستيرير اللي بيكون مرتبط مع الانجل اوف ذا ماندبل. تمام، وهاي هي الانجل اوف ذا ماندبل. اما بالنسبه للابر بوردر اوف ذا ريمس فعندنا تو بروسيسز، هذول بين تو بروسيسز في عندنا نوتش بنسميها الماندبولار انسيزور او الماندبولار نوتش. هلا في عندنا هذول التو بروسيسز، في عندنا انتيرير في عندنا بوستيرير. الانتيرير طبعا كيف بتكون تريانجلر ان شيب وبنسميها الكورينويد، نركز على انها كورينويد مش اللي مثلا بالايد كوراكويد او كذا، لا اتس كورينويد بروسيس. تمام، اما بالنسبه للبوستيرير فهي بنسميها الكوندايلر، وهاي الكوندايلر بتكون انه covered by fiber cartilage و it's expanded، وهاي الكوندايلر process ترتبط مع المانديبولار فاسكو بتعطينا TM joint. تمام، اما بالنسبة للنك of the mandible فهي عبارة عن constructed portion اللي بتكون موجودة below the head. وبرضه في عنا هون كمان اشي انه على الميديال سيرفيس اوف ذا ماندبل تقريبا اباف اتس سنتر في عنا irregular shaped foramen بنسميها المانديبولار foramen، وهاي المانديبولار foramen في عنا هون triangular process بنسميها اللينجولا واللي هي بتحميها نوعا ما. هلا هاي المانديبولار foramen بتكون متصلة باشي اسمه المانديبولار canal، خلينا نشوفها بصورة احسن، واللي هي هاي المانديبولار canal. هلا هاي المانديبولار كانال ديفايد انتو تو بارتس، خلينا نشوفهم هون. في عندنا هاي اللي هن المنتل والانسيزف، شوفوا كيف هاي المنتل تيجي هون بتصير متصله مع المنتل فريمن من برا، وفي عندنا هون الانسيزف كانال هي بضلها تمشي بتكمل وتنزل تحت الانسيزر تيث. اوكي، هلا في عندنا كمان اشي انه هاي المنتل فريمن شو هن النيرفز والفيسلز اللي بفوتوا فيها. هاي في عندنا الانفيريور الفيلر ارتري، هاي الانفيريور alveolar nerve، إذا هذول بفوت فيهم inferior alveolar nerve and artery، وحكينا بتكمل بعدين بفوت على الكنال وبتعطينا المنتل والانسيزف. المنتل بتتصل مع المنتل فريمن والانسيزف بتنزل تحت الانسيزف nerve. سوري، وآخر معلومة بالنسبة للماندبل إنه بحكي لنا في هون عنا behind the lingual اللي إحنا حكينا عنها اللي هي the triangular process اللي بتحمي الماندبولار فريمن، behind it في عنا هاد الجروب. هذا الجروب اللي هو بيمشي على الميديال سيرفيس اوف ذا ريمس وعلى الانر سيرفيس اوف ذا بدي بيجي بينزل داونورد اند فورورد. شايفين مش حكينا هذا المايلوهايويد لاين بوستيريور لإله للمايلوهايويد لاين. اوكي، بيجي لنا بينتهي المايلوهايويد جروب. تمام، اذا ات تيرمينيت بيلو ذا بوستيريور اند اوف ذا مايلوهايويد لاين. تمام، اذا مايلوهايويد جروب 1 مايلوهايويد لاين 1. اوكي، خلينا نجي نعمل مراجعة سريعة. حكينا انه في عنا الماندبل بتتكون من تو بارتس اللي هو الترانسفيرسال هورس شو بارت اللي هي بنسميها البدي، بعدين في عنا الفيرتيكال بوستيريور بارت اللي هو بنسميه ديمس. حكينا انه في عنا اللي فوق الابر بوردر بنسميه اللي هو نفسه الاليفير بروسيسور اللي بتتكون من 16 سوكت اللي بيكون فيهم الماندبلر تيث. حكينا انه هذول ما كانوا جزء واحد، كانوا تو بارتس بعدين ارتبطوا مع بعض وعطونا فينترج سميناها السينثيسز منتي. حكينا بعدين انه السينثيسز منتي بتعطينا انه بتمتص السبلات عشان تسيركليت ذيس اريا اللي هي سميناها المنتل بروتربرنس، وحكينا ان المنتل بروتربرنس عند البيس تبعتها بتعطينا المنتل تيوبركل واللي هي بتكون كونتينيوس مع الريمس عن طريق اللي هي الاوبليك لاين. وحكينا انه هون عند السكند مولر تحتها او سوري السكند بري مولر بتعطينا المنتل فوريمن. وحكينا هلا نيجي نحكي عن الميديال او الانر سيرفيس. حكينا اول اشي بالنسبة هون انه فينا المايلوهايويد لاين اللي هو بيبدأ من الثيرد مولر تيث وبيكمل للسينثيسيز من تيث. حكينا انه بالنهايته هذا بيجي عندنا هون الجروب اللي كان نازل عندنا فورورد اند داونورد اللي سميناه المايلوهايويد جروب. هذا المايلوهايويد جروب اللي بيكون موجود ورا اللينكولا، وحكينا انه عندنا هاي اللي هي irregular شيب فريمن بنسميها المانديبولار فريمن واللي هي بتكون كونتينوس مع المانديبولار كانال. وحكينا انه هاي الكانال بتعطينا تو بارت اللي هي المنتل بيمشي فيها المنتل نيرف وبيكون كونتينوس مع المنتل فريمن، والانسيزف اللي بيعطينا الانسيزف كانال وبتيجي لتحت الانسيزور. وحكينا انه على الانر سيرفيس في عندنا هون عند المنتل تيوبركل وبرضه سميناها سوري المنتل تيوباين وبرضه سميناها الجينيال
سوبر سيل، وحكينا انه في هون تحت اللي هي الدايجاستريك فوسا، واللي هي بيكون بيجي فيها الانتيري بيري اوف دايجاستريك مثلا، تمام. وبرضه صحيح في عندنا هون جيمس حكينا تقسم تو بروسيسز، عندنا هاي البروسيس اللي سميناها الكوندايل بروسيس واللي هي بتعطينا السي ام جوينت، وفي عندنا هاي البروسيس اللي هي الكورونويد ترانجلر ان شيب، وفي بينه بيكون بعطينا الانسيزور نوتش. هيك بنكون خلصنا المانتبل، نبدا نحكي عن الهايويد بوينت. اوكي، وات از ذا هايويد بوينت؟ هي عباره عن هاي اليو شيبد بوينت consists of two lesser horns and two greater horns وعندنا البدي. هاي ال U shaped أو ال hyoid bone بتكون connected to the styloid process عن طريق ال stylohyoid ligament horn، وهاي العظم اللي هي ال hyoid بتكون موجودة just below the mandible and above the larynx. وهي شو الفكرة من هاي ال hyoid bone؟ نحن بنعرف إنه كل عضلة بدها fixed base عشان تتحرك، فهاي البون ال hyoid bone هي عبارة عن الفيكس بيس اللي بتستخدمها التونغ عشان تتحرك. Okay, now we have the sternum. The sternum consists of three parts. The first part is the manubrium sternae. Here we have the body and finally this hyaline cartilage اللي بنسميها الزيفويد فاسس. Now هاي البادي اللي هي البادي ذا سترنم بتكون مرتبطة مع المنوبريوم السترني عن طريق المنوبريوم سترنال جوينت أو بنسميها السترنال أنجل أو الأنجل فلويد. Okay. أما من تحت بتكون مرتبطة عن طريق الزيفو سترنال جوينت. هلأ نيجي نحكي عن أول بارت اللي هو المانوبريوم الثاني. المانوبريوم الثاني على الأبر بارت أو الأبر بارت اللي إلها تعطينا السوبرا سترنال نوت أو السوبرا جاكيلر نوت، وبنسميها هيك لأنه بيمر فيها الانترنال جاكيلر فين. وبرضه في عندنا it articulates on each side with a corresponding clavicle هين هون الكلافيكولر نوت، وبرضه مع ال first costal cartilage وال upper part of the second costal cartilage، وهي عندنا النوتشز اللي بتتبعهم. اوكي، هلا نيجي نحكي عن البادي اوف ذا سترنم. زي ما نحن شايفين هون انه عندنا النوتشز هدول اللي هن من اللور بوردر اوف ذا سكند كوستال كارتلج لا الثيرد الفورث الفيفث السكس والسفنث. فاذا من اللور بوردر اوف ذا سكس لحد السفنث كوستال كوستال كارتلج هدول ارتكيليتس وذ ذا بادي. طبعا هدول هن بيكونوا كلهم يعني من الفيرست للسفنث هدول بنسميهم الثرو ريبس لانه هن articulate with the sternum، تمام؟ آخر شيء نحكي عنه اللي هو عندنا الزيفويد process وهي تكون smallest، حكينا إنها تتكون من hyaline process. So خلينا نيجي هلا نحكي عن الريبس. كنا بنعرف إنه we have 12 tiers of reps، وكنا بنعرف they are connected posteriorly to the thoracic vertebra، أما anteriorly مو كلهم مرتبطين مع السترنم، وإنه those who are connected to the sternum are called the true reps واللي هن من 1 up to 7. هلا بالنسبة للثامن والتاسع والعاشر هدول بنسميهم الفولس ريبس واللي هن they are connected to the costal cartilage of the seventh rib. أما بالنسبة لل 11th وال 12th شوف هاي الصورة بنسميهم floating ريبس، تمام. هن لا مرتبطين لا بال 7th ولا مرتبطين بال 10th، فإذا هن فولس floating ريبس. هلا في عندنا typical و atypical ريبس. ال atypical ريبس هن أول سنتين وآخر ثلاثة اللي هن 1 و 2 و 10 و 11 و 12، فبيضل عندنا اللي بالنص اللي هن من الثيرد تو ذا ناينث، هدول بنسميهم التيبيكال ريبس. اوكي، فهيك بيطلع معنا 7 تيبيكال و 5 اي تيبيكال. هلا بالنسبه للريبس او التيبيكال ريبس اللي نحن حكينا انهم من الثيرد تو ذا ناينث، هلا اول شيء نيجي نحكي عنه اللي هو الهيد. الهيد بتكون من تو باسز، هلا بنحكي عنه شيء انا ساكن. بعدين في عندنا النك واللي هي عبارة عن construction between the tubercle and the head. So here is the neck. Here we have the tubercle. بعدين في عندنا الأنجل. وآخر شيء في عندنا الشاف. هلا بالنسبة لموضوع الهيد اوف ذا ريب، نحن بنعرف إنه الهيد اوف ذا ريب بتكون بترتبط مع الفيرتبرال بدي، صح؟ بس كيف بصير الكونكشن؟ مش نحن حكينا إنه في عندها تو فاسيتس الأبر واللور فاسيت؟ طلعوا كيف مثلا هاي عندنا الريب نمبر 5 وهي عندنا الفيرتبرال سي 4 هاي سي 5. هلا اللور فاسيت طلعوا كيف بتكون مرتبطة مع الفيرتبرا من نفس الرقم تبعها، اما اللي فوقها اللي هي الابر فاسيت بتكون مرتبطة بالفيرتبرا اللي اقل منها برقم. فاذا الابر فاسيت للريب بتكون مالها بتكون مرتبطة مع الفيرتبرا اللي اقل منها برقم زي ما احنا شايفين هون، اما اللور فاسيت بتكون مرتبطة مع الفيرتبرا يلي من نفس الرقم، تمام؟ اوكي، هلا خلينا نيجي نحكي عن التيوبركل اوف ذا ريب.
أول شيء ما نحطه ببالنا إنه هاي الريب هي عبارة عن الجنكشن between the neck of the rib and the shaft، وإنها موجودة على ال outer surface, surface مو على ال inner surface، تمام؟ وكمان شغلة إنه في عندها articular و non-articular، ال non-articular بتكون موجودة lateral وبتكون هي رف وبس، الفائدة منها إنه ligament attachment. أما الثانية واللي هي بتكون موجودة ال small tear shape وبتكون medial تقريبا، هاي بتستخدمها ك facet for the articulation with the transverse process of the vertebra. شوفوا هون انه هي ال transverse total facet for the articulation مع ال tubercle، وهي هون هي نفسها هاي، اذا هاي هي تمام. هلا نيجي نحكي عن مين؟ عن الشعب. او قبل هيك خلينا نشوف هاي الصورة انه كيف هاي هون ان الهيد كيف بتكون مرتبطة، قلنا ان اللي تحت بتكون من نفس الرقم، هون طبعا بتكون مرتبطة مع ال transverse process من نفس رقم الفيرتبرا، تمام؟ يعني لو هاي الفيرتبرا خمسة، هاي الريب تبعتها ايش؟ الخمسة، تمام؟ هلا هون اذا هاي هون، بعدين هلا الشاف، كمان صورة بس من هذا الفيو، هاي شوفوا كيف انه هون هاي الهيد اللي فوق بتكون مرتبطة مع الفيرتبرا اللي اقل برقم، هاي هون من نفس الرقم، وهي انه هون ترى كيف بتكون مرتبطة بالترانسفيرس بروسس، وهي هون بنكمل بالشاف. هلا خلينا نيجي نحكي عن الشاف. هلا في اشي ما نعرفه انه هذا الشاف هو عبارة عن thin و twisted. هلا أهم معلومة بموضوع الشاف إنه في لنا هون جروف، هذا الجروف موجود على الانترنال سيرفس وعلى اللور بوردر، نركز على الانترنال سيرفس وعلى اللور بوردر بيعطينا هذا الكوستال جروف، وهذا الجروف بيكون برضه parallel to the inferior border of the shaft. وآخر شيء بدنا نحكي عنه اللي هو الأنجل. الأنجل هي عبارة عن لما البادي او الشاف بيجي تعمل شارب بيندينج فورورد بيطلع معنا الانجل، وهذا الانجل بيكون تقريبا بالتيبيكال 5 6 سم بعيد عن التيوبرتل. اوكي، هلا اخر شيء بدنا نحكي عنه انه كيف الانتيرير اند اوف ايتش ريب از اتاتشد تو ذا كورسبوندينج كوستال كارتلج، ونركز على فكره انه هون الانتيرير اند، وانه لما تمشي لورا ونرتبط بيه الفيرتبرا نحن عم نحكي عن البوستيرير اند اوف ذا rib. Okay. Now نيجي نحكي عن atypical ribs and start with let's talk about the first rib. هنا هون ال first rib. Okay. هلا خلينا نيجي نحكي عن characteristics لهاي الرب. أو قبل هيك خلينا نرجع على هاي الصورة ونحكي عن the superior border. حكينا inferior border. حكينا في عنا الـ external surface وهون في عنا الـ internal surface. هلأ الـ first rib is an exception. كيف يعني؟ يعني خلينا نشوف بهاي الصورة كيف هدول الـ ribs كلهم جايين بهذا الاتجاه إلا الـ first rib جاي زي هيك. فإذا هنهدلا كان عندهم superior border inferior border، هي في عندها superior surface هي هون، في عندها inferior surface تحت، وفي عندها inner border وال outer border، تمام؟ إذا هي عكس في عندها superior inferior surface و outer و inner، أما هدلاك كان يكون عندهم outer surface، هاي في عندها outer border، أوكي؟ هذا هو الاختلاف. هلأ نيجي نحكي عن atypical ribs بديتيلز أكتر. أوكي، إذا أول شيء first rib هي عبارة عن shortest and the most curved، أوكي؟ وفيها الهيد has a single facet. اوكي حكينا هدلاك كان يكون في عندهم التيبيكال، كنا هيك يكون عندهم more than one facet، في عندهم تنتين. اما الفيرست ريب في عندها single facet عشان ترتبط مع الهيد اوف ذا فيرتبرا، برضه في عندها حكينا التيوبركل والانجل بيكونوا they coincide. كنا نحكي انه لما التيوبركل والانجل بالتيبيكال كنا نحكي بيبعدوا عن بعض 5 ل 6 سم، هنا they coincide. برضه كمان اشي انه في عندنا هون مش حكينا في عندنا الانر بوردر والاوتر بوردر، الانر بوردر في عليها تيوبركل اسمها السكالين تيوبركل، هاي السكالين تيوبركل بتفصل بين تو جروفز، اوكي اللي هي الانتيرير جروف وهاي البوستيرير جروف. طبعا بوستيرير بما انها رايحه على اتجاه الفيرتبرا، وحكينا انه بروح على الفيرتبرا هو البوستيرير بيكون اكثر، اذا هاي البوستيرير وهاي الانتيرير. البوستيرير بيكون موجود فيها السبكليفيان ارتري، اما الانتيري بيكون موجود فيها السبكليفيان فين. برضه كمان معلومه انه بالبوستيري بيكون موجود عندنا الانفيرير ترانك اوف ذا بريكر بلاكسس، والدكتور ما ركز عليها. المهم اذا من نيجي نحكي من انتيري لبوستيري شو بيجي عندنا؟ بيجي عندنا السبكليفيان فين، بيجي عندنا السكالين تيوبركل اللي بتفصل بينهم، وبيجي عندنا السبكليفيان ارتري.
آخر معلومة بدي أحكيها إنه شوفوا هنا اللي أنا يا البريكل بلاكسس، كيف إنه البريكل بلاكسس بيكون قريب منه يعني كلينيكلي بيكون مهم لأنه مرتبط أو قريب من الفيرست تريب هون، أوكي؟ إنه they're in a relationship with each other، أوكي؟ هلا نيجي نحكي عن السكند تريب. Okay, so as you can see here, this is the second rib. The second rib is longer than the first and it's less curved. Okay, وبرضه الانجل is close to the tubercle and that's why we consider it atypical. إذا ليش هي atypical؟ لأن المسافة بين التوبركل والانجل مو 5 إلى 6, they are near to each other. Okay, هلا نيجي نحكي عن the other atypical ribs. Okay. إيش هن طبعاً atypical ribs اللي ضلوا عنا؟ هن الـ 10th والـ 11th والـ 12th. هلأ هدول الثلاثة الـ 10th والـ 11th والـ 12th rib كلهم they have only one single articular facet on their head. زي مين؟ نفس الـ rib الأولى، تمام؟ إذن هاي أول شغلة. الـ 11th rib والـ 12th rib مالهم they are little curved. والـ 12th rib لسه الـ curve تبعها أقل من ال 11th، فلو جابلنا الأكثر عدالة زي ما هو حكاها بالضبط هيك الجملة بتكون ال 12th، وال most curved حكينا إنها إيش؟ أول رب، تمام؟ كمان إشي هلا ال 12th وال 11th، أول شي نك ما في، ماكو، تيوبركل ما في، تمام؟ كمان بالنسبة للأنجل والجروف، ال 11th عندها الأنجل موجودة وعندها ال التيوبركل تبعت الجروف سوري تبع الكوستال جروف بيكونوا موجودين بس مالهم هون ان ليها سلايت انجل وعندها شالو جروف، اما ال12 ما عندها ولا إشي، نو انجل نو تيوبركل نو نيك نو كوستال جروف، تمام؟ وبرضه ال12 بتكون shorter than the 11th. اوكي، اذا نرجع نعيد هيك على السريع بس ال atypical ribs من ال10 وال11 وال12. اول شيء ال10 ليش هي atypical؟ لانه عندها single articular facet on its head only single. اوكي، ال11 وال12 مالهم بيكونوا اول شيء less curved وال12 اكثر وال12 shorter than that. وبالنسبة للتيوبركل والنك لا الإليفنث عندها هاي ولا هاي، وبرضه التويلث لا عندها تيوبركل ولا عندها نك. هلا بالنسبة للأنجل هذيك الإليفنث عندها سلايت أنجل وعندها شالو جروف، بالنسبة للتويلث لا هاي ولا هاي، تمام؟ إذا التويلث ما عندها هدول وحكينا إنها بتكون شورتر، تمام؟ هلا نيجي للسبيسز بتوين ذا ريبس. اول شيء في عندنا هدول السبيسز بنسميهم انتركوستال سبيسز واللي هن فيهم الانتركوستال ماسلز نيرفز اند فيسلز. اوكي، هلا في اشياء بدنا نحكيها هلا كثير ركز عليها الدكتور واجز اكيد رح تيجي بالامتحان. الوول اوف ذا ثراسيك كافيتي از فورمد باي ذا ستيرنم اند ذا كوستال كارتليجز انتيريرلي باي ذا ثراسيك فيرتيبرا posteriorly and laterally by the ribs and the intercostal muscles. Okay. أما بالنسبة ل superior thoracic aperture زي ما إحنا شايفين it's bounded posteriorly by the first thoracic vertebra و laterally by the first rib first pairs of rib اللي هي هدول و anteriorly بتيجي by the suprajugular notch. وبرضو هاي ال aperture بتكون مفتوحة وبصير من خلال communication between the thorax and the neck. واخر معلومه سوري انه هاي انا اياها بنسميها الانفراسترنال نوتش، وانه هاي اللي حكى الدكتور انه لما تكون البريجننت وومن انه اليوتيرس بوصل عنا لهون للزيفويد بروسس. اوكي، اخر شيء بدنا نحكي فيه موضوع الريبس اللي هو الانفيريور ثوراسيك ابيرتشر. ذا انفيريور ثوراسيك ابيرتشر از باوند بوستيريرلي باي ذا 12 ثوراسيك فيرتبرا لاترالي باي ذا the 12 pairs of ribs and anteriorly by the costal cartilages of ribs from 7th to 10th 7th to 10th costal cartilages plus the xiphoid process. Okay, هلا في شيء اخير اللي هو انه هاي الابرتشر اوكي از closed by the diaphragm واللي هي بتفصل الثراسيك كافيتي عن الابدومن. اوكي، هيك بنكون خلصنا موضوع الريبس. هلا نيجي نحكي عن vertebral column.
اوكي هلا نرجع بس نعمل ريفيجن سريع لكل شيء اخذناه على الستيرنم او والريبس قبل ما نكمل موضوع الفيرتبرال كولوم. حكينا انه في عندنا الستيرنم هون بتتكون من 3 بارتس، مانوبريوم ستيرني، حكينا بعدين في عندنا البودي، واخر شيء السمولست بارت اللي هي زيفويد بروسس. حكينا انه المانوبريوم ستيرني هون في عندها السوبر ستيرنال نوت او السوبر جاجولار لانه بيمر فيها الانترنال جاجولار نيرف. حكينا بعدين انه هون اون ايتش سايد برضه ات كوريليتس وذ كلافيكل عن طريق clavicular notch، وحكينا برضو انه عندها two notches لل first rib وال upper part of the second rib. اما بالنسبة لل body of the sternum حكينا انه من ال lower part of the second rib لل seventh rib هدول بمرق فيهم seventh rib بيجو correlates with the this part of the body. والزيفويد بروسس حكينا انه shortest او smallest part. بعدين يجينا حكينا عن موضوع الريبس، حكينا انه في عنا 12 pairs of ribs، وحكينا انه هدول الريبس يلي منهم بيكونوا مرتبطين مع الستيرنم بنسميهم ترو، اما اللي ما بيرتبطوا مع الستيرنم بنسميهم الفلوتينج، واللي هن من 8 وتحت. وحكينا انه 8 و9 و10 بيكونوا مرتبطين بالكارتليج تبعت السيفنث ريب. بعدين جينا حكينا انه في عندنا فكرتين اللي هي التيبيكال والاي تيبيكال. حكينا انه التيبيكال ريبس لازم في شروط لازم تكون موجوده، اول شيء انه يكون في عندهم تو فاسيتس على الهيب، ولازم يكون في عندهم نيك، ولازم يكون في عندهم تيوبركل. وحكينا انه التيوبركل لازم تكون موجوده على الاوتر سيرفيس صح، وحكينا انه التيوبركل في عندها تو فاسيتس الارتيكولار والنون ارتيكولار. حكينا النون ارتيكولار ترتبط بالليجمنتس بينما الارتيكولار بترتبط بالترانسفيرس process of the vertebra صح of the same طبعا corresponding number. بعدين جينا حكينا انه في عندنا الانجل اللي هي البندنج تبعت الشافت. حكينا بعدين انه من تحت على اللور بوردر حكينا لازم يكون في عندنا جروف سميناها الكوستال جروف، وحكينا انه نركز على فكره انها على الانفيرير وانها parallel to the body او الشافت. بعدين جينا لفكره انه الانجل والتيوبركل لازم يكون بينهم تقريبا 5 ل 6 سم اوكي، وانه من قدام هاي الرب بترتبط مع الكوستال كارتليج. اما بعدين اجينا حكينا طب اذا هدول التيبكال ايش الاشياء اللي موجوده بالرب الاولى والثانيه والتاسعه سوري والعاشره وال11 وال12 اللي هن اول تنتين واخر ثلاثه عشان نعتبرهم اي تيبكال. بلشنا بالفيرست رب وحكينا انه الفيرست رب اول شيء بتختلف عن جميع الربس الباقيين انه هي لها inner و outer border و upper و lower surfaces اوكي بعكس الباقيين. حكينا انه على ال inner border بيجي عندها تيوبركل اسمها لسكالين تيوبركل صح، وحكينا انه هاي ال first rib في عندها anterior groove في عندها posterior groove، وحكينا انه ال anterior groove بيمر فيها subclavian vein اما ال posterior بيمر فيها subclavian artery واللي بيفصل بينهم سكالين تيوبركل. برضو حكينا انه من خصائصها انه هي ال most curved وال shortest one، وحكينا انها clinically مهمة لانها in relationship with the brachial plexus. واخر معلومتين انه عنا الهيد فيها بتتكون من سنجل فاسيت، وإن عنا التيوبركل والانكل ما في بينهم 5 ل 6 سنتيمز بل هم كوني سايد يعني هن بتطابقوا على بعض. اما بعدين اجينا حكينا طيب السكند ريب ليه بنعتبرها اي تيبكال، حكينا لانه التيوبركل والانكل صحيح انه هم مش متطابقين مثل الفيرست ريب بس هن قريبين على بعض فذاتس واي اعتبروها اي تيبكال. بعدين اجينا حكينا عن اهم شيء من المعلومات برضه ال 10th وال 11th وال 12th ريب اوكي. حكينا انه هدول ال 10th وال 11th وال 12th مثلهم مثل الاول رب في لهم بس articular facet واحده على الهيد. حكينا انه بس هاي المعلومه اللي بالنسبه لل 10th رب اللي هي اي تيبيكال، بينما ال 11th وال 12th قصتهم قصه. بلشنا حكينا انه التنتين ما لهم تيوبركل ولا نك، بس حكينا انه ال 11th في عندها الانجل بتكون مالها سلايت، اما الكوستال كارتليج انت بتكون شالو، بينما ال 12 حكينا لا الها لا جروف ولا الها انجل. وبرضه حكينا انه هن بيكونوا less curved وانه ال 12 بتكون less curved لسه اكثر من ال 11 وانها بتكون shorter وكمان
حكينا عن آخر شيء كان اللي هو ال spaces between the ribs، وحكينا إنه بيكون فيهم intermuscular spaces بنسميهم، بيكون فيهم muscles و vessels و nerves. وبعدين إجينا على thoracic cavity، حكينا عنها من فوق شو ال relations لإلها anterior و lateral و posterior، وحكينا برضو عن اللور، وحكينا إنه كيف ال diaphragm بتفصل بين ال thoracic cavity عن ال abdomen. هيك بنكون خلصنا كل شيء حكيناه. هلأ نبدأ نحكي عن موضوع جديد.